الصلاة والسلام رسول الله. كالعادة يا زادة، كالعادة يا زادة. قديه السومة سمحة، الحاجة تزيد في السوق ما نجيبوهاش أبدا. اللي زيد البنان اليوم طالع ما نجيبوش، برانا منه. قديه في الشهر اليوم؟ قديه قديه في الشهر؟ 20 أبريل. 20 أبريل. نطلب من كل التجار، من كل التجار الرحمة. أراني مع الزوالي، أراني عيد وحدة أنا والزوالي ب6000، وبيجاشو ب5000. 55000 صندوق التنصو. 5500 تطلع تهبط البطاطا ب5500. وبيكون جدي ب4.5. ويا ريت ربح الهامش تاعك معناها الفائدة تاعك تكون قليلة بإذن الله. راه ربي يزكيك أكثر 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 ويعطيك أضعاف أضعافها. والجمعية رجاية ما تحدش، كلم خطيك، الجمعية غير معدودة. بيكاشو شريت عليه ب5000، ربي باك. لا لا سومة مليحة بارابور. في فلوس أنا ولدي أبو جون شريتها 14. وين أي 9000 فرنك. في فلوس الله يبارك. لا ربي باك، لا سومة ربي باك. أنا سومة عدنا الأسعار فهمني طايحة ما تدبش عليك. علاه؟ باسكو التجار تاع القنوعين يخدموا ب500، يخدموا ب1000 فرنك، يخدموا بأقل سعر. تطلع تهبط ب5500، حامي على روحك. الشعب قال لك الواد وفرنا البطاطا، وفرنا لك البطاطا. علاش تاكلوها ب 15000؟ علاش تاكلوها ب 15000؟ علاه؟ 6000 عند الورواري. الناس يقول ربي يرزقها، لكن ناتي عاد لحقينا الناس ان دايرين هنا كذابه ونصغوا فيهم ونلعبوا فيهم. والناس الاخرين اللي راهم يخدموا على الزوال ويخدموا بلاش ويخدم اقل من راس المال، ما كاينش منها واحد باش يخدم اقل من راس المال، وما كاينش منها واحد باش يخدم بلاش. هبطت لنا السوق وطيحت السوام. مليح نحوس على الرخاء، ماذا بينا على الرخاء؟ احنا هذا بي الزوالي. سلعه متوفره وبكثره والاسعار معقوله، مواد وش يطلب المواطن كيفك؟ العقبه ان شاء الله مواد اخرى ومبادرات اخرى في ولايات اخرى وفي اماكن اخرى. واتسوف يا دوله اكدت عليك تحيا واتسوف. الاسعار المعقوله والرخيصه هذه اللي راهم تهضروا عليها، كل الاسعار هذه هو اللي راهي عندنا منافسه شرسه في ولايه الواد. هدفنا ان المواطن يتبضع بالبضائع مناسبه جدا حتى تنعكس عليه بالفائده ويتمتع في حياته العاديه. ظاهره تاع البوندا ولا غيره راهي تعني مثال بلي كاين خلل في المنظومة الاقتصادية نتاعنا الآن. يعني هذه الظواهر الجديدة اللي نحييوها، هم شباب جزائري صغير في مقتبل العمر يحاول يكسر هذه القواعد، أكيد راح يلقى قوى مقاومة. غياب شفافية، متعم الاقتصاديين، الاقتصاد الموازي، السوق الموازية، نقص كبير في نقاط البيع، العلاقة بين المنتج وبين شبكة التوزيع، بين شبكة الإنتاج وشبكة التوزيع. هم يحاولون أنه يسوقوا منتوجاتهم بطريقة أنه يخفضوا في الأسعار، هو ينقص من هامش الربح تاعه لكن يعتمد على البيع أكثر. تفعيل الطلب من خلال الأسعار المنخفضة مهم جداً من أجل تحريك العجلة الاقتصادية. ست سلام البطاطا، عيش مع الوروار عيش. انتشرت في الآونة الأخيرة عملية بيع لم يعهدها المواطن من قبل، وبالتحديد في ولاية واد سوف. ورجت أكثر عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق المنتجات بسعر منخفض جدا مقارنة مع الأسواق عبر ربوع الوطن. وطرحت نسبة الانتشار هذه جدلا واسعا، بل هناك من راح يتهم هؤلاء الشباب بممارسة نشاطات مشبوهة على غرار تبييض الأموال وتجارة الممنوعات واتهامات خطيرة أخرى. وباتت ولاية الوادي على لسان أي مواطن، إذ ارتبط اسمها مؤخرا بما يعرف بالباندا والورواري وبابلوكا وشبان آخرين. وعلى هذا الأساس توجهنا لهذه الولاية حتى نكشف اللثام عن كل التساؤلات التي باتت تطرح. من أين يقتني هؤلاء التجار سلعتهم؟ وعلى أي أساس يبيعونها وبأسعار منخفضة جداً؟
إذا ما قارناها مع ما يتم بيعها في نقاط أخرى حتى داخل الولاية نفسها. وهل حقيقة يمارس هؤلاء الشباب تجارتهم هذه للتستر على نشاطات مشبوهة كما يتهمهم البعض، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وعلى أي قاعدة اقتصادية يعتمدون لتحقيق هامش الربح دون المساس برغبة المواطن في بقاء الأسعار منخفضة؟ الورواري، الباندا، بابالوكا وغيرهم كثيرون. اختلفت التسميات لكن الهدف واحد، تحطيم الأسعار. هذا النوع من النشاط التجاري أحدث ضجة واسعة وخلق الكثير من التساؤلات، بل امتدت هذه التساؤلات في بعض الأحيان إلى إطلاق اتهامات مفادها أن هؤلاء الشبان يقومون بنشاطات تجارية مشبوهة. وتمتد التساؤلات إلى من يزود هؤلاء الشباب بمختلف المواد من السوق. كل هذه الأسئلة وأخرى سنحاول أن نجيب عنها في هذا العدد من سلسلة الشروق تحقق. ابقوا معنا. الساعة تشير إلى الثانية صباحا. الهدوء يسود هذا الحي المتواجد وسط ولاية الوادي. يتجه الملقب بابالوكا في هذه الأثناء إلى سوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك للظفر بصفقة رابحة في الصباح الباكر. كل يوم هكا نهارنا طول الوقت هذا نبدو نبعث السلعة تاعنا جوايا 7 تاع الصباح 7:30، وجوايا 9 بإذن الله تكون متوفرة السلعة كل داخل المحل، ومتوكلين على ربي والرزق بيد ربي سبحانه. وهذه هي كل يوم، هذه هي الخدمة. وعلاش تبكروا الصباح هكا بكري؟ لازمتنا نبكروا باش نلحقوا على السوق، مازال معمر بالسلعة، لأنه كتجير وطار تلقى قريب لقاء السلعة خلاصت، تلقى ما تلحق على والو، 80% راهو تكار. لازمتنا نبكروا وباش نلحقوا، كان نسات نقولوا احنا كان موظفين كان كذا يخرجوا يخدموا على 8، سما لازمتهم يجيبوا سلعتهم للدار قبل 8. احنا فتحوا لهم بكري على 6:30 7 المحل باش يدوا سلعتهم الخضرة تاعهم بكري، فهمتني كذا. وهذه هي كل يوم نفس الروتين، نفس الخدمة كما عارف. السوق تاع الوادرة من الأحد الثلاث خميس، هذا معناتها الشاحنات كامل يدخلوا كامل. يجوا من ولايات منا ومنا، يجوا من ولايات منا ومنا، يجوا من الجزائر، يجوا من كاع الولايات يجوا، خاطر سوق ما شاء الله سوق الواد حاكم ربي يبارك. معناتها تدخل تلقى سلع وكله، تلقى الأسواق. كداش يا ماما هذه؟ هذيك 6:30. منين هذيك؟ 8000 هذيك، ما عطونا شي فيها سوق. قلة المعروض من السلع اليوم لم تمنع بابالوكا من اقتناء هذه الكمية من المنتجات، فبين أخذ ورد مع البائع استطاع إقناعه في الأخير ليبيعها له بسعر منخفض يتناسب وقدرة زبائنه الشرائية. لا لا، الله يربح إن شاء الله. قلت لك الله يربح معنا خلاص. كيما بعناها للسيد خلاص 50 ديريكت، ربي يجيبك. ما زلت هيا طلعها على الميزانة. كل سلعة وش قاصدين؟ ما عندها اللي يقصدها، هذا اللي يقصدها. هذيك الصح، كان اللي يجي يقول لك اعطيني المويه، كان اللي يقول لك اعطيني الخشينه، كان اسمع انت وفر كل وخدم على روحك. وهذه هوني دي مع المواطن، هني طلبات المواطن ياكل اللي ماشي. انتم الصح، انتم الصح انكم ما تطلعوش في السومه بزاف. والو والو، الهامش ربح بسيط. خير راك شفت معنا كيما قلت لك بقلك، الهامش ربح بسيط ودور. هني طايحه كيما قلت لك بقلك 50000، معناها باللامبراج تاعها، معناها زيد ترونسبور الفرنك، معناها نديرو بحساب ترونسبور
وحنا 55 معناتها الحمد لله يا ربي تخلصنا على كل حال. اللهم لك الحمد. 3000 اللي بين فرنك 4000 معناها ويزيد حتى ويزيد حتى 4000 في الصندوق هكذا. ايوه ويزيد يجي مشتري اخر معناها حتى هو حبيب يبيع معناها كيفك انت معناها باين مش ناقص له باش يضل حتى هو يبيع كيفك انت معناها. أنا تخلي له الباي تاعه خلي له باي ما ياكل حتى هو مش حتى هو يصفي زيد عاود يرجع لك. انتوما بالك تركزوا على الكونتيتي قبل من الكونتيتي ما حاسوش الكونتيتي واش عندك شفت قلك معناها نقول واش عندك قداش عندك يعني تمل هي باسكو الشعب دائما يتساءل عطيك الصح يقول لك هادو مين راهم يجيبوا السلعة وهي انت راك تشري من السوق عادي نورمال ما عندك حتى الاخر ما عندك حتى نوضوا بكري نقاولوا على ربي ونروحوا للسوق ونشوفوا السلع ونشوفوا الاسوام ونشروا ونجيو نعاودوا السوق ندوها مش ربح بسيط كاين الناس الله يهدي ان شاء الله يتدي في الفائده مي رانا ندوروا على حاجه خفيفه ها مش ربح بسيط بلا كونتيتي هذا بابا اللوكا ثاني كيف طيبين هم يجوا يقضوا عندك يقضوا من السوق كامل يدخلوا يعاولوا على ربي يسوموا الحاجة اللي عجبتهم ونساعدوهم نسات شرفاء ومخلصين سيب تجيب لك دراهمك صراحة ما يتعاملوا معك يكون تاجر إنسان لازم يتعامل مع الناس كلهم صدق ومصدقية بقول لك جبناها تو جبناها شوف الكلام فيه ما طولناش بعنا وشرينا معهم لأن عارفينهم نسات سارين الله فيك واش تقول يعني هنا في الواد معروفة بالكونفيرونس معروفة بالمنافسة بين هاد اللي جان هاد اللي ظهروا مؤخرا هي تجارة فرق فيسبوك هو التاجر أكثر كاين تاجر اللي يبين روحه وكاين تاجر مش مبين روحه بصح هذو ما ظهروا معناها من المنافسة كثرة المنافسة ما بيناتهم من الرخاء مع العام جا رخيص الله يبارك ما شاء الله لا ما شاء الله العام اللي فات ما كانش السلعة العام هذا كاين كل عام وبركة العام علاش شينا معنا وقت هكا ما كنتش ساكن فيها ما كانش نجيبوا في نص كمية عام اللي فات نجيبوا فيه نص كمية صار 20 20 العام هذا الله يبارك توفر ومازال توفر ما تعمل مع السومة تسمى أنت ثاني والله ناقوسيو حركة العودوا رابحين لازمنا باش نربحوا كي نعودوا ما كانش الفايدة نتبعوا السوق دو 40 دورو مره 500 مره اكثر كل مره كيف كاين انتوما ثاني مساهمين في هذه العمليه تاع لازمنا باش التجار لازم نهبطوا التجار ما يستغربش التجار لازم باش يبيع ثاني لازم ما يكونش اناني بدرجه كبيره يشري ب 30 يحط بطروندو ويبيع بطروندو اي اخر كيما تفتح كيما هذا الشينا يدور على حاجه خفيفه 1000 فرنك فيها 800 مصروف ان شاء الله مع بداية طلوع أولى أشعة شمس اليوم الجديد يكون هذا الشاب في الطريق إلى محله لعرض السلع وبيعها بطريقته المعهودة. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام بسم الله كالعادة تجور معوشين تجور معوشين الحاج غير الرحي الحاجة تزيد في السوق ما يجيبوهاش ابدا اللي تزيد البنان اليوم طلع ما يجيبوش درانا منه جيبوا كالافير للزوال يا جيب 55000 صندوق الطمسو 55000 كيلو الكيلو طايح ب 6000 55000 مرحبا بكم كامل اخوتي ادوني كان على الدعم والبرطاج هذا مكان ملاحظة البنان لو طالع ما جبناش لافريز طالع ما جبناش جيبوا غير لافير والله عندك ما عندك شي مرحبا بك مرحبا بك المحل عايش هدا دولي على الدعم والبرطاج وين البرطاج وين نحسوا والله بطاطا قال لك 15000 10000 10000 وحدك ابي وحدك ما يا ودي صاله في روحك من الاخر هذا بشوف لي شي صاله انت في روحك نحلوا الارض وسلعتنا باسعار باسعار زد ومغريه بالنسبه للزبون على خاطر راني كنعودوا نشروا ونخمموا في جيب الزبون شو ديرك الثاني نديروا لي لايف ننطلقوا في لايف باش تشوف الناس على خاطر كان اللي عنده خدمه كان اللي عنده كذا يشوف اللايف يقول لي خلي لي سلعه كذا نحتاج كذا كذا خلي لي السلعه ساعات السوق يجي حاكم فهمتني وساعات يجي السوق طالق بالنسبه لساعات هني سواء السوق حاكم ولا طالق ندو في سعر في هامش ربح بسيط فاهم معايا انا ندو في هامش ربح بسيط من كي نجيبو هني مثلا كي نشري ب 10000 ما نجيش نبيع هنا ب 20000 ولا نبيع ب 15000 نجيبها نبيعها ب 12000 اقل شيء 12000 هذا كان طار طار طار
نخدم على 12 11 12 دور جيب جديد وبالك تجيب لا كونتيتي والكونتيتي لانه الكونتيتي اول ما نبدا باش نشري ساعه نسقسي واش عندك وشعل عندك لازمتني نشوف الكونتيتي اسكو تخرجني ولا لا مثلا يعود عنده شوي جيبنا شوي ندير على اللايف ما تجيش ثاني ليه هكا نجيبه في الكونتيتي ويقول لك راي مش مزي انا نجيبه هني وما شاء الله ثاني خير ربي نجيب والناس جي تدي وكان اللي يجي روطار يكمل الشغل تاعه ولا الخدمة تاعه روطار يجي يلقى السلعة خلاصت يقول لك وين الكونتيتي فهم الدماغ هني ماذا بينا ديما نوفره اللي كده عليك شو السلعة الخضرة هذه أول يقول لك كما مثل يقول لك هذا مثل ناس بكري يقول لك بيعها ولا تبيعها خضرة والديسير هذه بيعها ولا تبيعها نقطة رجع للسطر يا بيعها أنت وتركها شديت درامك شديت راس مالك مشيت في شوي من راس الفائدة خلاص كون قنوع واترك احنا بالنسبة للمنطقة تاعنا منطقة تاع سخانة احنا السلعة لازم تقول لك الخضرة هذه بيعني ولا نبيعك هي كيلا غلاص صاير لها يا اما كان بعتها اليوم راك نجحت كان خليتها الغدوة راك باش تخسر في لافير صافي عندنا الصباح بكري مثلا تتباع بسوام مثلا يدي فيها الفايدة كي تبقى حاجة كان صفت وسوق راه الطلب ياسر راهي تنباع كل واذا ما كانش طلب عليها كما اليوم راني صدرت فيها بث مباشر وهذيك ما كانش طلب تقعد السلعة اللي يجوها الناس اللي راهم يخدموا بالكونتيتي مثلا اللي يدي 20 صندوق عندي دي اف ام عمره يشروها باسوام طايحه اغلبيه 80% ذات دخل بسيط و20% ذات دخل عالي سامحني خممنا وركزنا نخدموا مع الفئه هذه وني ذات الدخل البسيط حتى اللي وسوس ما نجيبوا لها ذات الفئه العاليه يقول لك لا هات لي سلعه سمحه نجيبوا لها نقولوا لها وسعر بقد ايه وحتى هو ثانا ناكلوا معه خبزة خفيفة مناش ندوا معه مثلا 20 يجيبوا لنا نحسبوا لها 25 لا 1000 ودور 21000 دور كل وكل هذه وكما رافقناه في إحدى خرجاته لشراء السلع من سوق الجملة قمنا بمرافقته أيضا إلى إحدى حقول زراعة البطاطا لشرائها بأسعار أقل من تلك الموجودة في أسواق الجملة. فير منين نجيبوها؟ من الفلاحة. من الفلاحة. فير من الفلاحة. من الفلاحة. قديه البطاطا البرمير تاع البرمير. البرمير ب 6500. من الفلاح. من الفلاح ديريكت بعد. البرمير كاين دوزيام وكاين رقيقة. الرقيقة سوت اليوم هذا الفلاح ب 4500 والدوزيام. اسود 5500 والبريمير هاي وين بالسلام اكواف شوف شوف السلعه شوف السلعه ربع كافات كيلو شوف السلعه دلاعها سلعه ما شاء الله كان راي دار الضجه كبيره البطاطا نطمئن المسلك باللي راي البطاطا راي جاء انهيار كبير انا من الفلاح ديرك جاو عمي الفلاح والرايحة هذه كم يوم رايح ليليزي رايح ليليزي معناها اخر الدنيا ينقطع الى 1300 كيلو يمشي 1300 كيلو عنجال وشي عنجال باش يدي لهم غادي البطاطا بلاش من الفلاحه لازمتنا نحكي لانه جو كيك تقول له مواطن بسيط ذا دخل بسيط تقول له راهي بطاطا ب 14000 14000 ما يقدرش يشريها خاف على جبه يقول لك كيف تروح مثلا باش يشريها دوزيام مام من السوق ممكن تسوى لك 12 13000 ما تخرجاش الزواج لازمتنا احنا نخمموا في المستهلك كيفاش راهو كما نقولوا احنا يستهلك لازم نجيبوا له السومه والسلعه انتوما من داك تروحوا للاسواق ومن داك اعطيك اذا طلعت الاسعار في الاسواق نخلوهم يجوا ديريكت للمصدر من المصدر منك للمصدر هاي ديريكت بعد باش تجيبوا لافير وني نقول وني ما انا نقول للمواطن السوفي والله اي مواطن جزائر كان. مواطن جزائري معناها بصفه عامه راي البطاطا راي في واد سوف اروح لواد سوف تلقى البطاطا بهاك والله بهاك تلقى البطاطا معناها وهاي السلعه ثاني وهاو شانتو شدك بيديك تتقشر ها سلعه ما شاء الله صلي على النبي صلاه محمد بالنسبه الاسعار على الاسعار المعقوله والرخيصه هذه اللي راهي تهضروا عليها كل الاسعار هذه وني راهي عندنا منافسه
شرسة في ولاية الواد. الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وبدون استهلاك لا يوجد اقتصاد. لذلك تفعيل الطلب من خلال الأسعار المنخفضة مهم جدا من أجل تحريك العجلة الاقتصادية، ويخلق هذا التنافس، وهذا في الأخير يصب في صالح الزبون أو صالح المواطن. معلوم أن عند المستهلكين عموما يعني جميعا أي عمل أو أي ممكن سبب أو أي وسيلة تؤدي إلى تخفيض سعر نتاع المنتوج هذا الذي يريده المستهلك اقتناءه، كل ما يكون أقل كل ما تجلب الاهتمام نتاع المستهلك معناتها نتاع المواطن، هو ينقص هوامش الربح، يخفض هوامش الربح مقارنة بتجار آخرين. هو بالنسبة له لما يكون هامش الربح 5 دينار يقنع به، لكن تاجر آخر 5 دينار و10 دينار و20 دينار، للأسف وصلنا الناس ما تقنعش ب20 دينار هامش الربح. الناس ولات تحوس غير على هوامش الربح العليا وحلم الغنى السريع والمباشر. كثيرا ما تعرض هذا الشاب إلى انتقادات وحملات تشويه، بل في بعض الأحيان اتهامات مفادها ممارسة تجارة ممنوعة غير معلنة، والتستر عليها عبر تخفيض أسعار الخضر والفواكه لصرف الأنظار عما يقوم به. يجوني ذات رسائل في الخاص خارج الوطن، كيفاش راكم تخدموا، كيفاش راكم كذا، خاطر أنا نخدم ورانا ندو فيها مش ربع بسيط، نشرب 10 نبيع ب 11، نشرب 15، وحاجة خرجت عن نطاق ولا الدولة حاطت لها سعر مسقف رانا ما نجيبوهاش، خرجت عن النطاق رانا ما نجيبوهاش، نقطة أرجع للسطر. حاجة سقفتها الدولة، سقفتها لها، دعت لها الدولة بريفيكس، خرجت على البريفيكس هذا كوني راني ما نجيش نخدم. عندك دليل؟ تفضل مرحبا بك، افرش فوق الطابلة يا أخي. عندك دليل تقول رانا نخدم في المهلوسات سواء نايا ولا منافسين أخرين ثانا، سواء تجار أخرين دبية ولا بالقاسم فوحمة ولا اللي عنده أي انتقادات يفرش فوق الطابلة. الهدرة زايدة لا، ماذا بينا ما تكونش انتقادات يعني مهينة، تكون انتقادات بناءة رانا نتقبله في الانتقاد. ساعتيني انت تنتقدني انتقاد مهين ولا تنتقدني، لا عندي باي يشوف اللايف، عندي امي تشوف اللايف، عندي العائلة تشوف اللايف، تتهمني راني نخدم اتهام، اتهام يعاقب عليه القانون. ذاته تتهمني تقول لي راك تخدم في المهلوسات ولا تخدم في الممنوعات، أي أساس من أنا أي أساس راني إيد واحدة أنا وزوالي تطلع تهبط ب5500 حامي على روحك. بجملته المشهورة هذه ما زال بالقاسم المعروف باسم الباندا يصنع الحدث هو الآخر في مجال تجارة الخضر والفواكه هنا في ولاية واتسوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مجنان دريكت من الفلاحة دريكت، ما عنديش تاع الفريكو، ما عنديش تاع الفريكو نرشي فيها بالبصلة والو. مجنان دريكت، وري لهم السلعة، وري لهم السلعة، هيا يا فينيسيو وري لهم السلعة، وري لهم السلعة. ما عنديش تاع الفريكو نرشي فيها بالبصلة بليش، ما عنديش تاع الفريكو. جديدة نوفيلا كمية غير محدودة بالشاحنات العملاقة، بالشاحنات العملاقة. من البلاحة دركت جمهورنا، جمهور لا نعيط لا نبرع لا نبيع لا مذرح. 5500 تطلع تهبط البطاطا ب5500، راني مع الزوالي، راني عيد وحدة أنا والزوالي. وذا عصيت هذا الشاب الذي لم يبلغ 20 من عمره بفضل استمراره في كسر أسعار مختلف السلع. تعبت عنها كلمة الباندا، تعبت عنها باش درجها وباش نسمع وباش شاعت كلمة الباندا. ندو في نسبة قليلة يعني ندورو ناس تدي بها 2000 و3000، احنا ندورو عن حوايج خفيفة نبيع بالشاحنات العملاقة، نجيب نخدم والحمد لله ربي هنايا وخدامتي سالكين اللهم لك الحمد. نجيب شاحنة هاي نبيعها كيما هكا، نصور فيها 2 ملايين، نخلص خدامتي ونخلص السماء، والناس كلها تاكل بالخبز، الزوالي ياكل والخدامتي ياكل والناس كلها تاكل. يقوم عمل الباندا اساسا على توفير كميات كبيرة للسلع وبأسعار منخفضة جدا، قد تقل احيانا عن اسعارها حتى عن اماكن انتاجها. راهي اسوامنا في متناول اقل من القرو، نبيعوا اقل من القرو. جمهورنا جمهور. احنا رانا مع الزوال، انا واقفين مع الزوال، اسوام خياليه ما يلقوش حتى فلوس،
في الجنان وما كانش الاسوام الاسوام اللي نبيع بها ما يلقاو بها حتى بس دور سيكونت ويت ولايه دور سيكونت ويت ولايه دور الجزائر كومبلي تلقاش الاسوام اللي نبيع بها هنا ما تلقاها بها حتى بلاص. ويتميز هذا الشاب بطريقته الفريدة من نوعها في تسويق وترويج سلعته لزبائنه الذين يتجمهرون حوله للاستفادة من أسعاره المغرية. رحت الصباح بكري رحت الجنان وقلعت البطاطا وجبتها. نخمم في الزوالي لأنه تزولي. نخمم في الزوالي. سي بور سارك داير هذا. تربينا مع تربينا زواولة وأنا عدنا نخمم في الزواولة. على مواقع التواصل الاجتماعي التي استغلها الباندا لزيادة نسبة مبيعاته والتي تعتبر عاملا مهما في تجارته. راني عيد واحد انا والزوال راني عيد واحد انا والزوال تطلع تهبط ب 5500 حامي على روحك مش نيل دريكت من البلاحه دريكت ما عنديش تاع الفريكو ما عنديش تاع الفريكو نرسم بها بالبصله والو مش نيل دريكت وري لهم السلعه وري لهم السلعه هيا يا فينيسيو ورينا السلعه ورينا السلعه ورينا السلعه. خفض الاسعار في موسم شراء كبير لكن هي خطه استراتيجيه من اجل يعني هو يعرف انه في هذا الموسم مثلا موسم راس السنه يعرف انه المبيعات تاعه راح تتضاعف ثلاث مرات او اربع مرات لذلك يزيد يحفز المستهلك من اجل الاقتناء اكثر بتخفيض هوامش الربح. هذا ما يقوم به هذا التجار يعني كثير من الظواهر ظهرت ومنها البوندا حامي على روحك اللي يعني استغلوا أيضا وسائل التواصل الاجتماعي للإشهار للعملية اللي يقوموا بها. نحييهم ونتمنى أنه تظهر كثير من التجارب بهذا الشكل لأنه كشفت لنا العديد من الأمور الخفية. لما يكون أسعار عند الفلاح بمئة دينار ولا بثمانين دينار وتلقاها توصل عند المستهلك بمئتين ومئتين وعشرين نطرحوا سؤال ونقولوا من يأخذ هذا الهامش؟ أما العامل الأساسي الذي جعل نجوميته في تصاعد مستمر هو نسبة هامش الربح التي تكون عادة منخفضة جدا بنسبة مبيعات كبيرة تضمن له هوامش ربح معتبرة وتلك قاعدة اقتصادية معمول بها عالميا. هذاكم يخدموا لما يخدموا بنسبة معناها كمية شوي يخدموا بالشوي بصح احنا رانا نجيبوا بالشاحنات يعني ندوروا عن حوايج خفيفة مثلا هم يدوروا عن 2000 احنا ندوروا عن 1000 دوروا عن حوايج خفيفه يعني وتخدم لكونتيتي ونخدم لكونتيتي كميه غير محدوده. وروا لنا شكون اللي راه يبيع للبوندا احنا نروحوا عنده ونجيبوا بالسعر اللي يحبوا ونبيعوا كما بقات نقطه استفهام. اذا هنا حتى بالنسبه للخبراء والاقتصاديين ولا بالنسبه للمكيزولا قال اروح سير بوندا انت ماذا بك راك تقول دير حاجه من اجل المواطن باش الفقير ياكل وباش الضعيف ياكل وكذا مليح تحب غير الفقراء في واد صوفيا ياكلوا مليح يا اخي والفقراء تاع الولايات الاخرى ثاني ياكلوا مليح ورينا هذا المنتج اللي راك تجيب عنده بسعر وكاين بعض التجار اللي راحوا ليه خلهم لا ما نقول لكمش ما نقول لكمش شكون اللي راه علاه. هذا النشاط مشتهر في العالم وليس فقط في الجزائر بل اخذ في السنوات الاخيره يتعاظم دوره او مكانته في السوق الدولي. هذا النموذج الاقتصادي او ما يعرف بزنس موديل بدا انتشر كثيرا خاصه في جنوب شرق اسيا وفي الان في العالم بدا في خاصه في الصين بعدما الصين ارادت الخروج الى العالم بدات بهذه الاستراتيجيه اي انك تبيع باسعار جد منخفضه على أمل أن تبيع كميات كبيرة وهذا هو المربط الفرس في هذا النموذج الأعمال الذي يعتمد الآن في الجزائر وفي الكثير من دول العالم. وللأسف الشديد خلال سنوات كثيرة يعني نحكي على 20-30 سنة تغير الفكر التجاري في الجزائر. التاجر الجزائري اللي كان يعني تاجر قنوع تاجر حتى يعني محترم في حيه يحبوه أبناء الحي تاعه وما إلى ذلك وما نعموش على الجميع يعني الحمد لله ما زال بعض التجار يعني في المستوى لكن العقل التجاري تغير أصبح يعني بالنسبة للتاجر الربح وتعظيم الربح لا غنى عنه أصبح يعني تجار ولما نقول تجار نقول تجار متعاملين اقتصاديين مؤسسات يبحثون عن أرقام للربح عالية جدا. أولاً المثل هذا لماذا لم يمتد إلى بلديات أخرى؟ الكثير من الشباب كان ماذا بهم وكان معناتها فرحانين أنهم يعملوا مثل ما يعمل الباندا معناتها يبيع بكمية أكبر المواطنين الزبائن عنده ما ينقطعوش
وهو عنده هامش ربح، لأن البوندا مهما كان ما كانش في عمل خيري، عمل تجاري، عمل تجاري يتضمن الفكرة معناتها العامة عموما أنه يعتمد على الربح من خلال بيع الكمية الكبيرة، يبيع أكثر معناتها يجلب زبائن أكثر، يعوض اللي يجلب مثلا بين 30 و40 زبون في النهار، ممكن توصل وين 100 زبون حتى 150 حتى 200 زبون في النهار، إذا يبيع كمية كبيرة، لذلك يضطر ولا لإرضاء الزبائن ولا لاستمرار تدفق الزبائن أنه يقلص من هامش الربح نتاعو، باش الربح نتاعو هنا يولي حسب الكمية، إذا يكون أكبر خير من اللي يبيع 10 عباد ولا 20 عبد بهامش ربح أكبر ويبيع 20 واحد فقط في اليوم ولا 50 واحد في اليوم. هذا جنب الأول. إذن هذا البوندا كان يمارس نشاط تجاري، لكن سؤال اللي ينطرح شكون كان يبيع له بسعر أرخص؟ لأن الكثير من التجار، الكثير من المتعاملين، الكثير من الشباب حتى البطالين قال لك يا ودي ماذا بينا نشوفه شكون اللي راه يبيع لهذا الشاب الباندا الملقب الباندا باش حنا ثاني نروحوا نشرو من عنده ونبيعوا ونديروا كما هو. الانتقال إلى السوق الحر يعني القبول بقانون العرض والطلب، لذلك يعني تحررت الأسعار، تحررت الأسعار وأصبحت أسعار محررة، واستغلوا فرص معينة وظروف زمنية معينة ورفعوا في الهوامش الربح، وأصبحت هوامش الربح مرتفعة. الآن تاجر جزائري أو يعني متعامل اقتصادي جزائري إذا تقلوا على هامش ربح 10% ولا 15% يقولك ما نخدمش، يقولك أنا ما نخدمش، وراحت هذه العقلية مشات. الآن يعني هذه الظواهر الجديدة اللي نحييوها هم شباب جزائري صغير في مقتبل العمر يحاول يكسر هذه القواعد، أكيد راح يلقى قوى مقاومة. هم يحاولون أنه يسوقوا منتوجاتهم بطريقة أنه يخفضوا في الأسعار، هو ينقص من هامش الربح تاعه لكن يعتمد على البيع أكثر، على يعني كل ما باع أكثر رغم أنه هامش الربح قليل يصبح عنده فوائد أكثر. هذا ما يتم تداوله في جميع دول العالم. عاموا على الواحد وديدي كاسر ناس ورقلا يا وليدي شمول شمول. اكتسب الباندا شعبية واسعة جعلته محل ثقة وإقبال لدى فئة واسعة من الزبائن، فيما تعرض مرات عديدة لحملات تشويه وشك واتهامات خطيرة كتبييض الأموال وتجارة الممنوعات، لكنه ماض في حملته للوقوف مع المواطن كما يقول. يا ودي اللي يتهم فينا قول له يجينا يشوف تبعنا، احنا عندنا دولة وعندنا جدرمية وعندنا البوليس وعندنا البياري، كل تهموا فينا حاجة رمجونا منكم الثقة ومن الوفاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كالعادة 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 قال لك وتلقى الورواري تلقى الأفير. اليوم تلفتناك من البطاطا، قداش البطاطا اليوم؟ قداش شر حبس قداش شر؟ 20 أبريل جبناكم اليوم بطاطا. الشعب قال لك يا الورواري وفرنا البطاطا، وفرنا لك البطاطا. علاش شكلوها ب 12000؟ علاش شكلوها ب 15000؟ علاش؟ 6000 عند الورواري، ب 6000 وبيجاشو ب 5000 وبالكونتيتي ب 4.5، والكميه راكايه ما تعدش. كلموا خطيك الكميه غير محدوده. ومرحبا بكم عند الفرفاري. حوايج حوايج ولا ولا هات هات هات. في وقت كانت أسعار مادة البطاطا قد بلغت مستويات قياسية وطنيا، صادف وجودنا في ولاية الوادي انهيارا مفاجئا لهذه المادة الواسعة الاستهلاك، فسعرها عند هذا التاجر المعروف باسم الورواري لا يتجاوز 60 دينار. مواطنة جبنا العجلي، جيب العجلي ووفروا له بصمها أبال. حتى البطاطا المواطن قال لنا على البطاطا كازمين جزويت عندك شكون يوزعها جبت لهم البطاطا ب 6000 هذا منا ومنا كاز كطوز عندي نام زيت. تمويل محله من مصادر الإنتاج ساعد الورواري على توفير مختلف السلع بأسعار منخفضة ومغرية. عادنا هذه وين السلعة؟ السلعة هذه وين؟ إذا السلعة تاع البلاعة تاعي هذه السلعة من عندي لا. هذه السلعة من عندي لا نوفر للمواطن نساعد المواطن. تجيب البطاطا تاع البطاطا هذيك هذه من البلاعة تاعي جايبها سبيسيال للشعب ساعد الزوالي والناس كل تاكل باذن الله الناس كل تلحق عليها ان شاء الله.
فيما يعتمد من جهة أخرى على شراء السلع من أسواق الجملة بسعر منخفض مع أخذه هامش ربح ضعيف عند البيع. نشري ونبيع أنا بيجي بوليسي معنا يجي لك عاد بيع أنا نروح للسوق نشري ونبيع نشري ونبيع معنا زوز أصباح نروح للمارشي نسوق نلحق بجري وساعات تظل السلعة متوفرة نسوق وروتار شوي أنا لازم يروح بجري عشان ساعات تظل السلعة ما جاش ما نلحقش بس تقل الفرصة أنك لازم وساعات تقول السوق كاين السلعة زين نروح وما نسوقش نروح بعقلي ولا نروح ونعاود نرجع نصلي السباعة بغرزي وبروحي ونرجع لهم بعد نبدا الناس بعد ذبحها بالصوم عندنا غير الخضر ونخدموا على نوفروا للشعب الاسواق مره ضرر ونروحوا للسوق نلقوا سوق على سلعه كاينه نذبحوا بالصوم ويساعدونا جماعه السوق ثاني مصلي فينا ونوفروا للشعب السلعه كل كاينه احنا نخدموا كونتيتي انا نخدم بالكاميو ما نديش 4000 ولا 5000 كيلو نخدم بالكاميو نخدم على 1500 500 ندي عواجه ونخلص خدام في نخلص يا الله منك العب ونخدم بالكونتيتي معناها مش نجيب يزوز خناطر ولا نجيب ال 150 كونتار 170 كونتار تقول لهم دير لي فريت واش قولها قولها دير لي فريت واش قولها بابا 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 با. 6000 على جروب 15000 على جروب 15000 في بلاد الخير في بلاد الخير وجابوها وجابوها الخير وجابوها ولاد الخير انا هم فرفاري ادعوا لنا بركه متفرفير تو ربي يوفق الجميع وضو. يعتبر الورواري أول من بدأ حملة تحطيم الأسعار في هذه الولاية معتمداً على نشر الفيديوهات المباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومستعملاً كلمات مميزة لتسويق وترويج سلعه. اللهم صل على سيدنا. اليوم نقول لهم مدير الفريد واحد يقعد 3 سنين من الجرشة قاعد أنا نخدم لي مع الغاشي طلعت فيديو قلت أنا طلع فيديو في الفيسبوك طلعت فيديو في الفيسبوك شفتها جايبت لي معناها طريقة عادية درت تركي معك عندي الغاشي صورت الغاشي نعم جاي لقيتها جايبت لي معنا معبي بالجماهير يعني اسلوبنا وفخامتنا ووقفتنا مع الشعب خلتنا معنا ننشر اي حاجه ندير اي حاجه عندنا جماهير كبيره. عندما اقتحم هؤلاء الناس الفضاء الالكتروني بالخضر انعكست بالفائده على المستهلك ونحن نخدم على المواطن والمستهلك بدرجه اولى. الفائدة أن المستهلك عندما يأكل أو يشتري البضائع بأسعار مناسبة جدا هذا الشيء نحن نثمنه نتمنى أن كل التجار يقتحموا هذا العالم ويكون فيه المنافسة والأسعار تنافسية حتى تنعكس بالفائدة على المواطن. مزنان دريكت من البلوحة دريكت ما عنديش تالي بريكو صوما ما شاء الله دور 58 ولاية ما تلقاهاش التنافس الشديد بين مختلف التجار الذين اقتحموا موجة تحطيم الأسعار هذه جعلت الورواري يجزم أنه لا يمكن لأي واحد منهم منافسته وبلغة الواثق من نفسه يتحداهم حتى لو كان ذلك على حساب البيع بلا مقابل. يقول واحد ما يقدر ينافس ما ينافسنيش سيكون عوالو قلت لك سيكون سيكون تويت ولايه ما قدرتش نفس وفي الواحد ثاني نتعدى ما كانش واحد ينافس مستحيل نهبط ولا مش نهبط يهبط ولا نهبط نادي شوي نمد باطل نمد باطل بلاش يمدوا بلا ما لا نمد بلاش هذا العدل المهم التنافس التنافس شريف العدل. وعن انتشار ظاهرة التنافس في تحطيم الأسعار يقول الورواري أن المجتمع السوفي معروف عليه بالعمل الدؤوب والاكتفاء بالقليل في ممارسة التجارة وهو ما جعل الولاية تتميز بهذا النوع. الشباب هذو ما ينسات عليني واتسوب نسات كل خدام يحاوز يخدم أرواح نسات مرات يجسد الحيط وجدها ويجيود هذاك لا ني واتسوب شباب خدام وشباب واقف صح ما يماشي بالكثرة معناه عند حتى يصور النهار 100000 150 وري مش شرط لازم يصور زملائه وثلاثة ولا أربعة لا تاع ينوض يتحرك يصور النهار وري المهم الراحة ما يريحش المهم اشتاق مريح ولا يجبد البلاد ولا لا المهم ينوض يعول على ربي صباح بسم الله يصور النهار بالشيء بالشيء اللي كتبه ربي يصور النهار خدام يصور في المقابل لا يهتم الورواري للأقاويل التي تصدر من هنا وهناك
خصوصا تلك التي تتهمه بممارسة نشاطات مشبوهة كتجارة الممنوعات وتبييض الأموال. يعني أنا نخدم واحد مثل باين وأنا معروفين ومشهورين في البلاصة كلها، وعندنا تقريبا سيكونتويت ولاية يعرفونا، وداخل الوطن وخارج الوطن يعرفونا واش نخدم. عندنا هذه خبزة تاعي نخدمه بالخضرة، ما عندنا حتى خدمة أخرى خارج الخدمة هذه، وين حتى ما لها تجارة أخرى، لا عندنا غير الخضرة. كذلك ما عندكش الانتقادات، أقول لك مش ناجح. كذلك عندك أي واحد ناجح عنده الانتقادات، أي واحد ناجح مادام وصل للدار الوصلة هذه وين، وعنده الجماهير تاعه ويخدم على روحه، كان الانتقادات. كون ما كانش الانتقادات راه مش ناجح. ردات الفعل السلبية اللي تقول هي نوع من أنواع تبييض الأموال وما إلى ذلك، هذا نقولوا إنه هذه العمليات راهي لو كان يقوم بعملية من هذه العمليات راح يقوم مدة معينة ويتوقف، لكن هذو الناس عندهم سنوات الآن، وهم ما نشوفوش الآن بوندان شهر، لكن البوندا عنده سنوات وهو يمارس في نفس الطريقة، لكن لاقت إقبالا وترحيبا من المستهلك. تحس لما يروح من منطقة إلى منطقة حب المواطنين ليه، حتى حاولوا يحرجوه في أسواق الجملة وحتى في مدن أخرى، لكن المستهلك اللي يعاني، نحكي على الفئة متوسطة الدخل وضعيف الدخل، تحب هذا الشخص لأنه يمثل لها أمل معين. دراري خاطي هم ناس تخدم عليه خدمة على روحه مسيتو، خاطي وشو حابين الشهرة، مدالو الزم صغار هذيك، حابين الشهرة وحابين هذيك، وواحد ينافس في واحد وهذيك صافي، هذه هي الفكرة. ما باش نقول لك هذو ناس ما همش هما ولا هذيك، هذه ما كانش يعني نعرف وليد صغير وليد وعبد قلت لك واحد من ولاد، هذه هي باش نقولوا يخدموا في حوايج اخرى. هذه تصريحات غلطه، والناس كيما هاك اللي يهضر في هضره زايده كاين في التواصل الاجتماعي، هذا مش معقول الهضره. قلت لهم راكم تحاسبوا عليها الهضره، تا حاجه مش تاش. هذه يشري علينا عناه من السوق، يشري علينا هذا الباندا ولا الوروري، راهم كيقول لك اللي يشري من عنده في السوق والدلاع يشري فيه من ورق لمعد الفلاح، البطاطا ثاني كذلك يروح يشريها من عند الفلاح غاديك ويبيعها. هذو الناس يحطوا يعني مسمار في نعش بعض التجار المبتزين والانتهازيين، ونتمنى أنه تظهر لنا فئة جديدة، لأنه لازم بصراحة أخلقت العمل التجاري، وأيضا لازمنا معاملات تجارية جديدة، لازمنا فئة من التجار جديدة تؤمن بأنه هامش الربح بمقدار معين. ليست الخضر والفواكه وحدها التي عرفت منافسة شديدة بين التجار هنا في ولاية واتسوف، بل تعداها إلى مختلف النشاطات التجارية الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي الأعزاء وخويني الأعزاء، ألف تحية للجيش الوطني الشعبي حماة الوطن، سواء في الفلاحة، سواء في السيراميك، سواء في الخزانات، سواء في البلومبيري بإذن الله السميع العليم، كامل كامل رانا ان شاء الله راح ندير لكم اصوام مليحه واصوام ما تلقوهاش. وكي نقول لكم معناها راهي بالشاحنات العملاقه، راهي بالشاحنات العملاقه. سعر الخزان الفيترا دوبل كوش درناهم زوز 1750، وعندنا في هذا استنى شوي 780000 الفيترا دوبل كوش، معناها المواطن البسيط كله يتراجل، ما عادش تشتاق الخزان ما عادش تشتاق له. يعني كنقول لك هيور بإذن الله السميع العليم كامل 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 نغطوكم بربي إن شاء الله. كما رانا نشوفوا معناها خوتنا في الخضر والفواكه كيفاش راهم معناها نزلوا في الأسعار، وكاين حتى في البياز، كاين حتى في البياز معناها اللي راهم نزلوا في الأسعار راهم يخدموا ما شاء الله درك. يا ودي طريقة روعة 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 ما شاء الله. ميمتو أنت فرحان والمشتري فرحان، أنت تكون فرحان والمشتري فرحان. هيور صالح تاجر عصامي برز بشكل لافت من خلال فيديوهاته المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يبيع من خلالها خزانات المياه بمختلف أحجامها، إضافة إلى مواد الترصيص والخزف والسيراميك والعتاد الفلاحي بأسعار جد منخفضة. كما الباركي ساعات جيني فيلا مكسر، وش نحسب لهم؟ نحسب 80 سنتيم، هو يجي مش حال يجي 90 سنتيم، انا نحسب في 80 سنتيم ونمشي، حتى الا جاتك 90 وهي مقرونه شويه انا نحسب 80 نورمال. علي انا روح القصعه تاع الدوش هذه، هذه 60000 القصعه تاع لافابو ب 150000 باها بالرجل تاعها، باها بالاخر تاعها 150000
هاي كان قسم هاي جيبها جيبها جاي جيب هذه ب 100,000 100,000 مرحبا بنسكن بعنا منها الحمد لله ما بقيت لنا منها حتى كعبة راح ندخلوا دوك المقا الثاني كل صراحة أنا إنسان قنوع أول حاجة وأنا إنسان خيرت التجارة مع الله تجارة مع الله لن تبوء معناه وحبيت ندير ها الربح هامش قليل سرتوه في الظروف اللي رانا نمشي فيها الآن ظروف معناها قاسية حبينا نرى حبينا معناها نخدموا على الربح تاع الهامش يكون قليل جتني الفكرة هذه وأنا قلت لازمني معناها ندير شيء هذا شفت الناس ماهيش قادرة خزان معناها 1000 لتر دبل كوش يسوى 14,180 معناها المواطن البسيط معاش يلحق يلحق على الخزان ما يشريش لابوم يلحق على لابوم ما يشريش الخزان كانت تجيني الناس هنا يجون المواطنين السلام ورحمة الله وبركاته يجون هنا يجوني هنا الناس معناها يقعدوا حائرين. يؤكد هذا التاجر أن رقم أعماله ازدهر وزادت نسبة المبيعات بعد اعتماده على طريقة تخفيض الأسعار خصوصاً بعد أن استغل مواقع التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق سلعه. أنا كهبطت الأسعار تاعي ودرت صومة مليحة وسعيت كل جهدي أنا باش نلحق للمواطن البسيط سلعة مليحة بالنية صافية وليت نخدم أضعاف أضعاف من كنت نخدم قبل الآن راه كيما تشوفها ما قعدوش الناس تجي تشارجي من كل الولايات أنا أدخل تشوف الداخل ندخلكم الداخل تشوفوا ما شاء الله نخدموا الناس كلها تجي فرحانة وتروح فرحانة هذا اللي نحوسوا عليه هذا اللي نحوسوا عليه والحمد لله ديما نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على فضل الله أنا عندي ربح هامش قليل وهو عنده ربح هامش قليل والمواطن مستفيد والمواطن مستفيد وندوروا وندوروا في سلعتنا هكذا سلعتنا راهي تحركت أكثر من قبل أكثر والحمد لله هذه الظواهر راح تشجع أنه كثير من التجار يقتديوا بها أيضا راح تخلي بعض السماسرة ينسحبوا من السلسلة التجارية أكيد يعني المجهودات اللي تقوم بها الدولة منها قانون المضاربة غير مشروعة وما إلى ذلك وحتى الرقابة تؤدي إلى انسحاب السماسرة هذه الظاهرة احنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه نثمنها نتمنى أن تعم أيضا وندعمها تجربة هؤلاء الشباب أنها ستلهم يعني شباب آخرين في مناطق أخرى صحيح أن القانون الجزائري يسمح له يبيع بسعر التجارة حرة بسعر نعم سعر حر وبالتالي لما يشوفوا هذا النموذج حقق مكاسب أكيد أنه سيحفز شباب آخرين في مناطق أخرى أو تجار آخرين في أماكن أخرى من ربوع الوطن نعم أنه ينتهجوا هذا النموذج وهذا النموذج مهم جدا وحتى قلنا في شركات طيران في عدد كبير من المجالات تخلوا حقق نجاحات واستطاع أنه يصمد في ظل المنافسة الشرسة في ظل الأزمات الدولية اللي عرفها العالم استطاع هذا النموذج يصمد ويعني يأسس أو يوجد مكانة خاصة به في ظل هذا التنافس المحموم على مستوى العالم نعم. الجمهور مش احنا اللي نديره هو يجي وحده لأن الرحمة التجار كل نضربوا منهم الرحمة 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 ما نقولوكش لحين من مالك وما نقولوكش أعطيهم بلاش بصلاح الرحمة رانا مع الناس كل الكومباكتو 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 دايرين 25,000 اللي راهو عندنا الان الميثاق تاع 25 نهار الاثنين باذن الله تبدا الشاحنات تدز تاع السيراميك بربي ان شاء الله المواطن البسيط كامل يدرق كامل من البومب للخزان الفلاحه السيراميك كامل باذن الله السماء العليم ونطلبوا من كل التجار من كل التجار نطلبوا منهم ان الرحمه والهامش تاع الربع قليل بربي ان شاء الله راه ربي ان شاء الله يزكيك فيها ويزكيك في مالك وتزيد اكثر ان شاء الله. المواقع التجأت لها ليش؟ لانها هي احسن حل واحسن وسيله باش تسوق المنتوج تاعك. ليش؟ لان درك نقولوا احنا الولايه تاعك كانت 80% يجوا يشروا كي نقصد السيوله ولات 40%. درك واش راح تدير؟ صافي نقعد نستنى في 40%، ما نقعدش نستنى في 40%. لازمني 40% نجيبها من الواد و40% نجيبها من غردايه و40% اخرى نجيبها من الاخر الحمد لله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التليفون تاعي ما يسكتش ال 24 ساعه يسوني للهاتف تاعي من كل الولايات حتى من وصلنا من دوله النيجر تونس ما نحكوش عليها دوله النيجر لحقوا عيطوني من فم وبعد ما لهم السلعه قداش قسم متر هذا؟ 3 مترات هذا 3 مترات هذا متر هذا متر من عندي
وزوز تخلصني فيها. روح زيد ومعها ثلاث كعبات كم بكت ولا ربع؟ ربع كعبات من عندي ربع كعبات. ما كانش كيفاش نحسب لك؟ خلص تمام ونحسب لك هذا هذه ب 100 ومعناها مترتين تخلصها. مترتين تخلصها الاخر يبطل. يرحم الله اربع حبات يرحم جمالها يور كل شيء قليل ان شاء الله. اللهم امين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك. هذا فيه العرض تاع 124 والعلاء 100 وكان اللي بها. الثقة والمصداقية عوامل أساسية في نجاحه وازدهار تجارته، نجاح أزعج التجار الذين يعتمدون على رفع الأسعار فيما لقي دعماً لا نظير له من قبل بعض تجار الجملة. يقول عم لازم تصدق مع المشتري. أنا الحمد لله في ولاية الواد هنا وخدت خارج ولاية الواد الحمد لله اللهم لك الحمد عندنا مصداقية تامة. مصداقية تامة الناس تجي تهز وتخير وتروح لدارهم حتى ومعناها كي يروح لدارهم معناها بدل ظهر له راي اخر معناها جاه راي اخر في راسه يجينا هنا مرحبا به يردوا له حتى نرجع لسوارده نورمال عادي ما عنديش مشكل لان على بالي البضاعه مش راح تقعد بنا ما دام درنا لها في الاسواق هذه راه مش راح تقعد. كان تجار مزعوزين معناها منا لكن ما يبينوا لكش وكان تجار اللي راهم فرحانين راهم نقدموا في الشيء هذا فرحانين معناها يحبوا المبادرات هذه يحبوا كذا وكان تجار صدقني هما اللي دعموا فينا مش احنا نديروا المبادرات هذه اسمها ماضم اسمها رجال الخفاء كما تاسيرنا ما شاء الله هو رجل من رجل الخفاء هو الاول هو اللي مدعم كلش اللهم لك الحمد وانسان معناها ما شاء الله هو اللي يجيب لي سلعه وهو اللي هبط لي في الصومة وهو اللي يسعى ان باش يشري الماتير مونشير باش يلحق لي سلعه موافقه باش انا اللي حق للمواطن موافقه